جامعة المنصورة لها معزة خاصة في قلب كل قهلاوي، وهي فخر للمصريين ان عندنا جامعة متميزة على مستوى العالم، وبتحقق الكليات فيها شراكة دولية مع كبريات الجامعات، وفي مجال الطب بالذات كمان عندها بصمة كبيرة جدا، وهي فعلا تعتبر العاصمة الطبية لمصر. فأنا فخور أن أنا من دكيرنس ومن الدقهلية، وبفتخر أن عندنا مصنع للمواهب. أنا بشوفه في جامعة المنصورة كل شوية شعراء ويعني مقرئين للقرآن الكريم، مخترعين، مبتكرين، شباب طموح وعاوز يشتغل في البيزنس وينطلق إلى أفاق جديدة. أنا بس بتمنى عليهم وأرجو فعلا يفكروا في اللي أنا بقوله، إن هم محتاجين مزيد من الانفتاح على العالم وعلى الحداثة، إنه إعادة الأفكار القديمة خطر شديد. يعني ممكن يكون حد موهوب جدا إنما هيضل يقلد الأغاني، الأصوات، الأفكار، الشعر، الابتكارات والاختراعات التقليدية. لا، النهاردة العالم كله أصبح قرية صغير، فالمفروض من ولاد المنصورة إن هم والدقهلية ينفتحوا على العالم، وهم يبقى شغلتهم الأساسية الإبداع والابتكار والتجديد. هو ده اللي أنا عايزه، إنما ممكن يبقى حد شاطر إنما مش مجدد، مش مبتكر. فاللي بيميز أي بني آدم إن هو بيعمل قيمة مضافة وقاله يعني نصيب في الحداثة والتجديد على مستوى العالم.